بالنسبة للحياة اليومية اللي احنا عايشينها يوميا في مشاكل بينه وبين المستوطنين يوميا. أول مرة في يمكن في شهر 3 قطعوا برميج المي لأنه كان البير الممون الرئيسي إنه البير اللي عند الفراس طلع من هان هو الممون الرئيسي لأن ما فيش عندنا بيار خلفه. وبعدين يا أخي الكريم يمنعونا لأن هو هذا أبدان كان يمنعنا لنطلع على يعني أرعى غنم يجيني على ظهر الطور من هان يقولنا لا من تحت الخط كمان يقول لي ممنوع غنمك تطلع فوق. قال اللي يشوف فيي وفي الأولاد تبعي وفي الغنم إلى من وجعنا على جنبه وهم ماشيين مرانا وهذاك مكترين السلاح فينا وهذاك يضرب في الغنم أبدان توصلهن من فوق جنبه. 16 معهم بقى واحد معاهم 16 وواحد معاه مسدس مكفنين فيه سلاح هيك وهو يضرب في الغنم ويكت فيه انت من وصلهن جنبه مكفنين قلت للأولاد وقدوا خلينا نتغدى وخليه يوصلهن إعراض. دشرناه غلب يعني ما نقدر نسوي ولا حاجة عودنا غلبنا وقعدنا واخذهن بيجي حوالي نص كيلو وهو يسوق فيهن بعدين عود دشرهن ورجع. شو نعمل احنا هان محشورين لا معاش ولا وظيفة ولا اي غرض كان يدخل علينا دخل من برا الا هالنعجات ومع غلى العلف والاكل حتى سلطتنا زادة اجت مش تخفف علينا العلف تزيد البلطين زادت العلف علينا في اكل ان احنا يعني كلها عادسي ولا في دكتور والله مرض امبارح عندي 10 بنات انا عندي 22 بنت واحنا بدناش كل واحد ضميره حي انه يعني يخفف ضغط هذول الجماعه.